تماما ملي كان التظاهره ديال الرباط عاصمه الشباب العربي طلبوا منا باش ننظموا لهم ترياتلون في العريش ومشينا ننظموا لهم ترياتلون في الرباط ولكن ما كيعطيوش اهميه للترياتلون في العريش. حنا في الجمعيه حنا ما كنا مسياسيينش، ما عندناش ثقل، ما عندناش ناس مع البرلمانيين ديال الجهه ديالنا ما كيدافعوش على الترياتلون العريش. باش نقول لكم انا من هنا شكون اللي كيجي في الصحافه وتيجي لي سبوت وتيجي وتيدعم، ماشي بحال اللي كيوقع جي تكادير ويوقعت الجمعيات كيدعمهم الناس ديالهم في الوزارات والناس ديالهم في السياسيين والمنتخبين وكيدعموا كيوصلوا البرنامج. حتى كتشوف انت مع ولاد كتبقاو لي سبوت دايزين على مهرجان في شي منطقه اللي كتبقى حتى كتعيا بداك تشوف داك السبوت اللي كيدوز وكتقول شحال باش كيتقام على هاد الناس. الوغ كو حنايا كجمعيه وهذا المستوى اللي وصل ليه الكرياتلون علاش ما عندناش دعم، عندنا حتى شي دعم من شي جهه معينه اللي غدافع على هذا الملف هذا. يلاه السلطات بحال اللي قلنا لكم، السلطات المحليه وعامل الاقليم، اي عامل كان هنا في الحقيقه كياخذ بيدينا هذه التظاهره، لان التظاهره اللي كتستاهل وكتستحق انه تدعم. ولكن ما عندناش شي جهه ثقيله اللي هز هذا الملف هذا وتشرف هذه التظاهره وتشرف مدينه العرائش وللاسف. شكرا سي مجيد. أسئلة ياسين. صحيح ياسين.